بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة المرحلة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح ناخذ بها علاقة التكافؤ وصفوف التكافؤ. أول تعريف راح ناخذ به علاقة التكافؤ. من أقول علاقة التكافؤ يعني شنو علاقة التكافؤ؟ علاقة التكافؤ لازم أحقق بها ثلاث شروط. شنو هذه الثلاث شروط؟ إنه لازم أحقق شرط الرفلكسيف، علاقة الانعكاسية، وكذلك سيمتريك ريليشن، العلاقة التناظرية، والترانسيتيف ريليشن، العلاقة المتعدية. يعني إيش وقت أقول على هذه العلاقة علاقة تكافؤ؟ ما تتحقق إذا ما تتحقق لي ثلاث شروط. شنو هاي الثلاث شروط لازم أحققها؟ لازم تكون عندي العلاقة انعكاسية رفلكسيف، وتناظرية سيمتريك، وكذلك متعدية ترانسيتيف. راح ناخذ مثال ونشوف، أو بالأحرى ناخذ عدة أمثلة. أنا عندي إكزامبل 3.60، عندي الأي يساوي لي الزد، الدومين ماتي اللي اشتغل بيه الزد، والار ده يقول لي هو ريليشن اون زد، بحيث ان الاي لها علاقه بي. شلون شكل الصفه المميزه ماتي؟ اذا شكل الصفه المميزه لهذه العلاقه انه اي زائد بي يساوي لي 2 كي، والكي لمن ينتمي؟ ينتمي الى زد. شو يقول لي بالمثال؟ يقول لي شو ذات ار از ايكوفالنس ريليشن. شنو يعني ايكوفالنس ريليشن؟ هل هي علاقه تكافؤ؟ ده يسالني. مدام ده يقول لي شو ذات equivalent relation، مدام هنا دي يقول لي show that، يعني شنو معناتها؟ يعني معناتها انه لازم اثبت انه هذه العلاقة هي شنو؟ هي علاقة تكافؤ. واضح؟ انا منبهتكم دائما من اقولكم اذا يسأل بإذ ممكن ان تكون علاقة تكافؤ او لا، لكن اذا يقول لي show that بالسؤال يعني معناتها لازم ابرهن انه هي علاقة تكافؤ. وحتى ابرهن علاقة تكافؤ لازم ابرهن انه هي reflexive انعكاسية وسيمتريك تناظرية وكذلك متعدية. هسه نشوف نحقق الشرط شرط. أول شيء أحقق شرط الرفلكسيف الانعكاسية. أرد أشوف هل إن العلاقة اللي عندي علاقة انعكاسية؟ شو نختبر شرط الانعكاسية رفلكسيف ريليشن؟ شنو تعريف الانعكاسية؟ إنه هو كل عنصر إلى علاقة بنفسه. واضح؟ راح أجي أخلي مكان البي هنا عندي، راح أخلي مكان البي أي. واضح؟ يعني أقول إنه الأي إلى علاقة وين؟ بنفسه، لكل أي ينتمي إلى زد. قلت لكم أهم نقطة بتعريف الرفلكسيف إنه كل عنصر إلى علاقة بنفسه، لكل أي ينتمي لمن؟ للدومين ماتش شنو؟ اللي هو زد. ليكن الأي ينتمي إلى زد، راح أخلي مكان البي أي. عندي أي زائد أي شو يساوي لي؟ 2 أي. يعني هاي شنو معناته؟ حقق لي شرط العلاقة؟ اي حقق لي شرط العلاقة، اي زائد اي يساوي لي 2 اي، والاي ينتمي الى زد. الاي اي عنصر، اي مهما يكون موجب او سالب او صفر، اي عنصر، لكن المهم هذا الاي وين ينتمي؟ ينتمي الى زد. واضح؟ اذا الار از ريفلكسيف، حققت شرط الانعكاس. هسه اجي احقق شرط السيمتريك. شو يقول تعريف السيمتريك؟ عندي إذا كان الزوج المرتب أي بي ينتمي إلى R، لازم أبرهن بي أي ينتمي إلى R. يعني عندي تبديل مواقع، أو بالأحرى أقدر أكتب أنه أقول إنه الأي إلى علاقة بالبي، أريد أبرهن إنه البي إلى علاقة بالأي. واضح؟ يعني هذا أنا عندي الزوج المرتب هو ضمن من مفروض إنه الأي ينتمي إلى بي، العفو، الزوج المرتب أي بي ينتمي إلى R. إذا الأي بي ينتمي إلى R، يعني شنو معناته حسب تعريف هذه العلاقة؟ إنه الأي زائد بي يساوي لي 2 كي. زين، أبدل المواقع، بي زائد أي يساوي لي 2 كي، يصير؟ إي نعم يصير. ليش؟ لأن الجمع هنا السبب الجمع إبدالي، الجمع أقول إز كوموتيتيف إبدالي. هذا شنو راح يساوي لي؟ العفو، راح يساوي لي البي زائد الاي، راح ينطيني 2 كي. 2 كي هذا شنو معناته؟ والكي ينتمي الى زد، وبي زائد اي يعني شنو معناته؟ المسقط الزوج المرتب بي اي ينتمي الى ار. اذا ار از سيمتريك، يعني شنو ار از سيمتريك؟ يعني ار هي علاقه تناظريه. نحقق الشرط الثالث. حققنا شرط الانعكاس وحققنا شرط التناظر، هسه اجي احقق الترانسيتيف. شو يقول تعريف الترانسيتيف؟ حسب تعريف الترانسيتيف عندي اخذ الزوج المرتب الاي الى علاقه بالبي، والبي الى علاقه بالسي، اريد ابرهن انه الاي الى علاقه بالسي. واضح؟ اريد ابرهن انه الاي الى علاقه وين؟ بالسي. هذا كله هو مفروض. واضح؟ هذا كله عندي هو شنو؟ هو مفروض.
حسب تعريف الصفة المميزة لهذه العلاقة، إذا الأي بالزوج المرتب أي بي ينتمي إلى آر، يعني شنو حسب تعريف الصفة المميزة؟ إنه الأي زائد بي يساوي لي 2 كي 1، والكي 1 المن ينتمي إلى زد. أعطيها هاي المعادلة رقم 1. إذا البي إلها علاقة بالسي، يعني شنو البي إلها علاقة بالسي؟ يعني البي زائد السي ينطيني 2 كي 2، والكي 2 المن ينتمي إلى زد، واضح؟ صار أعطيها رقم 2، صار عندي معادلة 1 ومعادلة 2. By summing up equation 1 and 2 راح أجمع المعادلتين، راح أجمع المعادلة 1 مع المعادلة 2، يعني شنو يصير عندي؟ A زائد B زائد B زائد C، أجمع الطرف الأيمن وكذلك الطرف الأيسر، شي يساوي لـ 2K1 زائد 2K2، وأني أعرف أنه الـK1 والـK2 المن ينتمون؟ ينتمون المن إلى Z. الخطوة اللي بعدها الـ B ويا الـ B إيش راح يصير؟ 2B. أنا شنو أحتاج؟ أشوف أنا شنو أحتاج؟ أنا شنو أريد أبرهن؟ أريد أبرهن إنه الأي إلى علاقة بالسي، يعني كل الأي إلى علاقة بالسي، يعني كل شيء بهذا الطرف راح نقله وين؟ إلى الطرف الآخر، يعني أنا أريد فقط الأي مع السي، يعني معناتها الاثنين بي أنا ما أريدها، وين راح نقلها؟ راح نقلها لهذا الطرف. ورقة وقلم وياي، يعني شو تصير هذه الخطوة اللي بعدها كتوضيحية؟ أي زائد سي راح إيش راح يسوي لي؟ 2K1 زائد 2K2 ناقصاً 2B، واضح؟ ناقصاً 2B، قلت لكم ليش أنقل البي لهذا الطرف؟ لأن أنا أريد فقط الأي لها علاقة بالسي، البي ما أحتاجها، إذن أحولها للطرف الآخر راح يصير ناقصاً 2B، أطلع الاثنين عامل مشترك، K1 زائد K2 ناقصاً B، أطلع قلنا الاثنين عامل مشترك، أفرض إنه هذا الحاد كله فد S، والاس هو ينتمي المن الى زد، يعني الكي 1 زائد الكي 2 ناقص بي افرضه فد اس ار اي رمز يخطر ببالك، لكن المهم هو اسمال وينتمي الى زد. اذا هذا راح افرضه اس، اذا هذه بقت الصفه المميزه لهذه العلاقه محافظه على صفتها، الاي زائد سي يساوي ل 2 اس، اذا الاي له علاقه بالسي، وهذا زوج المرتب اي سي ينتمي الى ار، اذا الار از ترانزيت. واضح؟ واضح شنو يعني equivalence relation؟ من أريد أبرهن علاقة تكافؤ لازم أحقق ثلاث شروط، شنو هذه الشروط؟ شرط الانعكاسية وشرط التناظرية وشرط الترانسيتيف. إذا شرط واحد ما حقق مثلاً الرفلكسيف ما حققت، خلاص أقول not equivalence، ماكو داعي أختبر السيمتريك ولا كو داعي أختبر الترانسيتيف، حققت رفلكسيف حقق السيمتريك، ما حققت أوقف وأقول هي not equivalence، ما حققت السيمتريك ابدي وين ارجع اجي للشرط الثالث ترانسيتيف احققه، لكن هاي شو وقت اذا سالني باز، لكن اذا قال لي شو ذات لازم انه استنتج انه هي اكويفالنس ريليشن، يعني لازم احقق شروط الاكويفالنس ريليشن، واذا ما حققت يعني معناته اكو خلل بالسؤال. شو وقت يكون اكو خلل بالسؤال؟ اذا سالتك بالسؤال او اجاك سؤال يقول لك شو ذات، يعني شنو معناه شو ذات؟ انه لازم نبرهن. واضح؟ واضح شنو يعني علاقه تكافؤ واكويفالنس ريليشن؟ هسه اجي المن الى صفوف التكافؤ. شنو يعني صفوف التكافؤ؟ اولا تعريف صفوف التكافؤ، قبل لا ابدي بالتعريف لازم اعطيكم فد فكره، انه ما اقدر احكي عن صف التكافؤ ما لم تكن عندي علاقه تكافؤ. واضح؟ يعني اول هسه من نبدا بالتعريف الار از اكوفالنت ريليشن اون اي، يعني شنو معناتها؟ يعني انا ما اقدر اقول واتحدث او اعرف صف تكافؤ ما لم تكن عندي البيس ماتي المفروض لازم يكون عندي شنو؟ لازم يكون عندي علاقه تكافؤ. واضح؟ لتكن ار علاقه تكافؤ مجموعه كل العناصر. شنو يعني صف التكافؤ؟ يعني معناتها مجموعه كل العناصر اللي ترتبط وفق العلاقه ار مع اي اسميها صف تكافؤ الاي. رمز التكافؤ هاي هي الأقواس هو رمز التكافؤ. أعيد، شنو يعني صفوف التكافؤ؟ صفوف التكافؤ أولا لازم تكون عندي العلاقة علاقة تكافؤ، ويعني شنو قلنا علاقة تكافؤ؟ لازم تكون رفلكسيف وسيمتريك وترانسيتيف، هاي كلها لازم تحققها، فلازم أقول إنه عندي الآر هي علاقة تكافؤ. شنو معنى صف تكافؤ؟ صفوف التكافؤ يعني معناته كل العناصر اللي ترتبط ويا أي وفق العلاقة R. شنو أسميها هاي العناصر؟ أسميها صفوف تكافؤ، صف تكافؤ لأي. شنو الرمز؟ هذا هو رمز الأي. كتعريف الرياضي صف التكافؤ أي X ينتمي إلى أي، هنا الأي هو الدومين، إنه أنا وين أشغل X، هنا أي عنصر، بس وين هذا العنصر؟ مرتبط وفق العلاقة R، لكن يا علاقة العلاقة اللي تكون equivalence، علاقة متكافئة. واضح؟ علاقة تكافؤ، وهذا العنصر X إلى علاقة بالأي. واضح؟ هذا التعريف الرياضي.
كبرهان نستخدم احنا هذا التعريف، من اقول x ينتمي الى صف تكافؤ ال a if and only if ال x الى علاقة بال a. واضح؟ اقول ال x الى علاقة بال a. ال x ينتمي تعريف صف التكافؤ، من اقول هذا العنصر ينتمي الى صف تكافؤ ال a if and only if، يعني شنو معناته انه ال x الى علاقة بال a. نفي التعريف ال x ما ينتمي الى صف تكافؤ ال a، يعني if and only if انه ال x ما له علاقة بال a. اذا انتمى فهو أكيد له علاقة، وإذا ما انتمى فهو ما له علاقة. واضح شنو يعني تعريف صف التكافؤ؟ equivalence classes. هسه يجي أخذ مثال، عندي example 3.62، عندي الـ A الدومين ماتي 1 2 3 4، هذا هو الدومين ماتي. الـ R هاي منطيني إياها، وش دي يقول لي بي أن equivalent relation، دي يقول لي هذه العلاقة هي علاقة تكافؤ. يعني شنو علاقة تكافؤ؟ يعني معناتها متحقق بها شرط الرفلكسيف العلاقة الانعكاسية والسيمتريك ريليشن، متحقق شرط العلاقة التناظرية والترانسيتيف ريليشن، ومتحقق شرط المتعدية. إذا ده يقول لي هنا إكوفلنت ريليشن، يعني ده يقول هي علاقة تكافؤ موجودة أو كاتب لي إياها متحققة. شي يريد من عندي؟ find all equivalence classes on A، أوجد لي كل صفوف التكافؤ وين الموجودة على هذه العلاقة. شنو تعرف صف التكافؤ؟ نقول صف تكافؤ الـ A X ينتمي إلى A والـ X إلى علاقة بـ A. هسه أجي أول صف، شنو عندي؟ واحد. قلنا هي مجموعة كل العناصر المرتبطة وفق العلاقة R مع A، وهذه R شو تكون؟ هي equivalence relation. أجي هذه العناصر عندي واحد، صف تكافؤ الواحد الـ X ينتمي إلى أي حسب التعريف الأيمنية المتكونة من 1 2 3 4. الـ X إلى علاقة بالواحد، إي إلى علاقة بالواحد، لأن هنا عندي زوج مرتب واحد واحد، وكذلك وين إلى علاقة بالواحد ويا من؟ ويا الاثنين. فالـ X ينتمي إلى أي والـ X إلى علاقة بالواحد، يا زوج مرتب عندي مرتبط به أو إلى علاقة به، الواحد إلى علاقة ويا من؟ بالاثنين، أو الاثنين إلى علاقة بالواحد. واضح؟ هسه أجي اثنين، أرد أشوف كل صفوف التكافؤ. الاثنين صف تكافؤ حسب التعريف X ينتمي إلى I، E ينتمي إلى I، الـ X إلى علاقة بالاثنين، E إلى علاقة بالاثنين، لأن عندي هنا عندي واحد اثنين وكذلك اثنين واحد. أجي إلى صف تكافؤ الثلاثة، الـ X ينتمي إلى I، الـ X إلى علاقة بثلاثة، أي نعم لأن عندي هنا ثلاثة ثلاثة. صف تكافؤ الأربعة، X ينتمي إلى أربعة، والعفو الـ X إلى علاقة بالأربعة، وهنا هي الأربعة إلها علاقة بالأربعة، ما أذكرهم اثنيناتهم زوج مرتب وإنما فقط واحد. واضح؟ واضح شلون اوجد صفوف التكافؤ؟ بالضبط، اطبق التعريف واجي اشوف ويا زوج مرتب الواحد، الواحد وين له علاقه؟ ويا الاثنين. الاثنين الاثنين ويا من لها علاقه؟ علاقه بالواحد، بس كترتيب كتبنا واحد اثنين. الثلاثه لها علاقه ويا الثلاثه، والاربعه لها علاقه بالاربعه. هنا من كتبت واحد اثنين، هي لو كانت فقط واحد واحد اكتب فقط الواحد، لكن هنا لقيت وجدت العفو واحد اثنين، اذا اكتب الصفوف التكافؤ هي من وين متكونه؟ من واحد والاثنين. واضح؟ والاثنين كذلك الاثنين واحد. ناخذ المثال اللي بعده، عندي اكزامبل 3.63، ليت الـ A يساوي لي سالب واحد وواحد وصفر. هذه هي عندي الدومين مالتي متكون من ثلاث عناصر. الـ R شلون صفة المميزة الـ R اللي مطيني اياها بالسؤال؟ A بي ينتمي الى اي كروس اي، مطيني جذر التكعيب للـ A يساوي لي جذر التكعيب للـ B. شو ذات هنا دي يسألني؟ شنو دي يسألني؟ شو ذات انه الـ R is an equivalent relation، يعني شنو عندي بالسؤال هنا؟ ما قايل لي الـ R هي equivalent relation، لا، دي يقول لي برهن انه الـ R هي علاقة تكافؤ. بعدين find all equivalence classes on A، واوجد لي كل صفوف التكافؤ الموجودة وين؟ موجودة بالمجموعة A. هسا هذا المثال طالب مني مطلبين، show that إنه الـ R equivalent relation، يعني معناتها لازم أبرهن هي العلاقة، هذه العلاقة أبرهن هي علاقة تكافؤ. يعني شنو علاقة تكافؤ؟ أبرهن هي reflexive وsymmetric وtransitive. بعدين أوجد find all equivalence classes on A، أوجد كل صفوف التكافؤ. واضح؟ واضح السؤال إن شاء الله. أريد أستخرج العلاقة، ايش دي يقول لي؟ لكن لازم اني من استخرج العلاقه ولازم ابرهن هي equivalence relation، لازم ابرهنها وفق شرط العلاقه انه جذر التكعيب لاي يساوي لجذر التكعيب لبي. انا شنو عندي؟ عندي سالب واحد يساوي لي تحت الجذر التكعيبي، تحت جذر سالب واحد بدي اخذ لها الجذر التكعيبي، راح يبقى سالب واحد يساوي لي سالب واحد. الواحد والجذر التكعيبي وايضا الجذر التكعيبي للواحد واحد واحد، والصفر صفر.
إذا فقط هذه الأزواج المرتبة اللي تحقق لي شرط الانعكاسية، العلاقة الانعكاسية، وشرط العلاقة التناظرية، وشرط العلاقة المتعدية، واضح؟ اللي هي reflexive relation والsymmetric relation والtransitive relation، واضح؟ هسه أجي إلى صفوف التكافؤ. إذا عندي صف تكافؤ سالب واحد، أقول الأكس ينتمي إلى أي، الأي من وين متكونة؟ من سالب واحد، واحد وصفر، يعني الأكس تنتمي من هذه المجموعة. الأكس إلى علاقة سالب واحد، هنا السالب واحد ويا من إلى علاقة فقط ويا السالب واحد، خلاص. إذا عندي العناصر لصف تكافؤ هو سالب واحد، صف تكافؤ الواحد، الواحد ويا من إلى علاقة فقط بالواحد، الصفر، الصفر ويا من إلى علاقة بالصفر. إذا هذه هي صفوف التكافؤ، وهذا عندي الدومين، وهذه برهنة إنه الآر هي علاقة تكافؤ. وإذا تريدون ورقة وقلم وحسبوها شلون تكون علاقة تكافؤ، إنه تحت الجذر التكعيبي سالب واحد سالب واحد، أخذ لها الجذر التكعيبي، وكذلك الواحد وكذلك الصفر. واضح؟ واضح المثال إن شاء الله. هسه أجي إلى مثال اللي بعده 3.64. عندي الدومين ماتش الزت، يعني وين أشتغل بالأعداد الصحيحة. الآر شلون شكل الصفة المميزة إلها؟ إنه أي ناقص بي يساوي لي 3 كي، والكي ينتمي إلى زت. إيش دا يقول لي بالسؤال؟ شو ذات الآر is equivalent relations. equivalent relations شنو؟ يقول برهن إنه الآر equivalent relations، يعني شنو أبرهن؟ يعني لازم أبرهن إنه هي علاقة انعكاسية وعلاقة تناظرية وعلاقة متعدية. بعدين وراها أوجد صفوف التكافؤ، واضح؟ وراها أوجد صفوف التكافؤ. شلون أطلعها equivalent relations؟ هاي واجب عليكم، لازم تعرفون. واضح؟ يعني شلون أطلعها equivalent relations؟ يعني شنو أبرهنها بصيغة عامة؟ ليش؟ لأن أنا عندي هنا الدومين زيت، أجي أقول إنه كرفلكسيف، لا العفو هنا حاليها، آسفة. هنا حاليها مو واجب. عندي شلون أبرهن إنه هي علاقة تكافؤ؟ reflexive relation، يعني شنو reflexive relation؟ ليت الأي ينتمي إلى زت، أريد أبرهن إنه الأي أي ينتمي إلى آر، يعني شنو؟ إنه الأي إلى علاقة بالأي. شنو ميزة الرفلكسيف؟ إنه كل عنصر ينتمي إلى أي، واللي عندي الأي هي تساوي لي زت، لازم أبرهن إنه كل عنصر ينتمي له هو الشحق، هو إلى علاقة مع نفسه. حسب هذه العلاقة أخلي مكان البي أي، أي ناقصا أي المفروض إيش يساوي لي؟ 3 كي، والكي المن ينتمي إلى زت، أي ناقص أي راح يساوي لي؟ أي ناقص أي صفر، 3 في 0 0، والصفر المن ينتمي؟ ينتمي إلى زت. إذا نحقق شرط الانعكاسية، إذا هي reflexive relation. أجي للسيمتري، موجود عندي الزوج المرتب أي بي ينتمي إلى R، إنه الأي إلى علاقة بالبي، شنو أريد أبرهن؟ إنه البي إلها علاقة بالأي. الأي ناقص بي راح يساوي لي 3 كي، والكي ينتمي إلى زت حسب تعريف الصفة المميزة لهذه العلاقة. شنو هدفي أني؟ أنه أوصل إلى تبديل مواقع بي ناقص أي. هنا من راح أبرهن أنه البي ناقص أي أخلي سالب بي بالبداية، راح أقول ورقة وقلم وياي، سالب بي زائدا أي راح ينطيني 3 كي. هذه الخطوة كتوضيحية، أقول سالب بي لأن أنا أريد بالبداية بي بالبداية، فأقول سالب بي زائد أي راح ينطيني 3 كي. أضربها في سالب، إيش راح أصير؟ البي صار موجب والأي يصير سالب، وهنا نصير سالب 3 كي. شلون ديزاين العلاقة عندي؟ أنا عندي 3 كي، ما عندي سالب 3 كي، إذا أقول 3 في سالب كي، والسالب كي المن ينتمي إلى زت، ينتمي إلى زت، سالب كي طبعا ينتمي إلى زت، لأنه الزت يتشمل الأعداد الموجبة والسالبة والصفر. وصلت إلى بي أي، هذا هو نفسه، برهنت إنه البي أي إلى البي إلى علاقة بالأي، واللي هي يعني معناتها البي أي ينتمي إلى آر. هسه أجي أبرهن تعريف الترانسيتيف. شو يقول تعريف الترانسيتيف؟ إذا الأي إلى علاقة بالبي والبي إلى علاقة بالأي، لازم أبرهن إنه الأي إلى علاقة وين؟ بالسي. أريد أبرهن إنه الأي إلى علاقة بالسي، يعني هذا كله عندي شنو؟ هذا عندي مفروض، وأريد أبرهن فقط إنه هذا الزوج المرتب ينتمي إلى آر. إذا الأي إلى علاقة بالبي حسب تعريف العلاقة أو الصفة المميزة إلها، أي ناقص بي يساوي لي 3 كي 1. قلت كي 1 على مود أميز من بالمعادلة الثانية، أقول البي إلى علاقة بالسي، أقول كي 1 وكي 2 إلى آخره حسب التعريف. فالأي ناقص بي يساوي 3 كي 1، والكي 1 ينتمي إلى زت، أنطيها رقم 1 وأقول أنه الكي 1 ينتمي إلى زت. إذا البي إلى علاقة بالسي، يعني شنو البي إلى علاقة بالسي؟ يعني البي ناقص يساوي 3 كي 2 حسب تعريف العلاقة، والكي 2 ينتمي إلى زت.
راح أجمع معادلة واحد ومعادلة اثنين. ما راح أجمع معادلة واحد ومعادلة اثنين، هنا البي راح تنحذف لأن هاي ضي موجب وهذه سالب، شنو راح يبقى لي؟ أي ناقصي؟ هنا دايركت انحذفت، وأني أريد أبرهن إنه الأي إلى علاقة بالسي، صح؟ ما دام انحذفت خلاص، لو ما محذوفة مثل المثال السابق لا، لأن أنا ما أحتاج راح أحولها وين؟ لهذا الطرف، لكن هسه هنا بهذا المثال دايركت انحذف البي، خلاص، إذا أنا أريد الأي إلى علاقة بالسي. ثلاثة طلعها عامل مشترك كي 1 زائد كي 2، ليش أطلع ثلاثة عامل مشترك؟ لأن ديزاين الصفة المميزة هي ثلاثة كي، فلازم أني أكتبها بالضبط، لازم أوصل لشكل العلاقة حسب السؤال اللي مطيني إياه ثلاثة كي ثلاثة كي. أفرض إنه كي 1 زائد كي 2 فد إس، وهذا الإس لمن ينتمي؟ ينتمي إلى زد، إذا الأي ناقص يساوي ثلاثة إس، إذا الأي سي إلى علاقة بالآر. العفو الأي زوج المرتب أي سي ينتمي إلى آر. إذا الآر هنا هسه برهنت إز ريفلكسيف سيمتريك أند ترانسيتيف، إذا الآر هي شنو؟ هي علاقة تكافؤ وين أون زد. هسه أوجد كل صفوف التكافؤ. أوجد شنو يعني كل صفوف التكافؤ الموجودة على زد؟ أقلها أطلع فد ثلاث صفوف، وراها راح كلها الصفوف كأنما راح تصير بطريقة تكرارية، شلون؟ هسه عندي صف تكافؤ الصفر. حسب تعريف صف التكافؤ الإكس ينتمي إلى زد، والإكس إلى علاقة بالصفر. X ينتمي إلى Z، هنا من وين جبت هذا التعريف؟ يعني حسب تعريف الصفة المميزة للعلاقة أي ناقصا B يساوي لي 3 كي، والكي ينتمي إلى Z، هذا هو تعريف الصفة المميزة لهذه العلاقة. أجي أخلي هنا عندي صفر، فX أتخيل هذه أي ناقصا B، من هو الأي؟ هو الX ناقصا B، مكان البي شنو؟ أخلي صفر يساوي لي 3 كي. أبسط، X ينتمي إلى Z، X ناقص صفر X يساوي لي 3 كي، الكي ينتمي إلى Z. شو راح أطلع صفوف التكافؤ البقية؟ يعني شنو معناتها؟ هذه عندي الX الكي العفو أعوض مكانها صفر، 3 في صفر صفر هذا صفر، أعوض الكي واحد، 3 في واحد 3، أعوض الكي سالب واحد، سالب واحد في 3 سالب 3، أعوض الكي 2، 2 في 3 6، أعوض الكي سالب 2، سالب 2 في 3 سالب 6، وهكذا أخذ لفت كم عنصر، بعدين أنطيها نقاط. ليش؟ لأن أنا عندي الدومين مالتي شنو؟ دومين مالتي زد، وبرهنت إنه هي علاقة تكافؤ وين؟ على زد. إذا أخذ فد مجموعة من العناصر وأنطيها فد نقاط للما لا نهاية، يعني كل ما أخذ قيم الكي راح تطلع لي قيمة جديدة لمن؟ للإكس. هذا شنو معناته؟ منها راح أستنتج، أو بنهاية المثال أنطيكم إياه الاستنتاج. ما دام عندي صف تكافؤ الصفر وطلع لي صفر 3 سالب 3 6، هذا معناته انه صف تكافؤ الصفر يساوي لي صف تكافؤ ال 3، ويساوي لي صف تكافؤ الصفر، ويساوي لي صف تكافؤ السالب 3، ويساوي لي صف تكافؤ ال 6، وكذلك يساوي لي صف تكافؤ السالب 6. يعني معناته صفوف التكافؤ، ليش نعيد تعريف صفوف التكافؤ؟ شنو تعريف صفوف التكافؤ؟ قلنا هي مجموعة العناصر اللي ترتبط معها اي وفق العلاقة R. هذه هي مجموعة العناصر اللي ترتبط مع أي وفق العلاقة R. شنو يعني وفق العلاقة R؟ شنو الصفة المميزة مالتي؟ أي ناقص بي يساوي لي 3 كي. أطبق تعريف الصفة المميزة، وبعدين هذه العناصر كل عنصر هنا يطلع لي هو معناته يساوي لي صف تكافؤ الصفر. يعني معناته لو أريد أستخرج صف تكافؤ الثلاثة راح تطلع لي صفر وسالب 3 و6 وسالب 6، لو أستخرج صف تكافؤ الستة راح يطلع لي صفر و3 وسالب 6 وصفر. واضح التعريف إن شاء الله؟ العفو المثال. هسه اجي للواحد، شو يقول تعرف صف التكافؤ؟ اكس ينتمي الى زد، لان مكان الاي خليت زد، الاكس الى علاقه بالواحد اللي هو هذا الواحد، اكس ينتمي الى زد. حسب التعريف اي ناقص بي، حسب تعريف العلاقه اي ناقص بي يساوي لي 3 كي، الاي هي اكس ناقصا بي، من هو البي؟ واحد، اكس ناقص واحد ينطيني 3 كي، انا اريد فقط اكس، انقل السالب واحد لهذا الطرف ايش راح يصير؟ زائد واحد، اذا اكس يساوي لي 3 كي زائد واحد. من وصلت لهاي المرحلة يعني كأنما بسطت، وراها أعوض عن الكي، شنو هو الكي؟ ينتمي إلى زد، أعوض مرة صفر، مرة قيم موجبة، مرة قيم سالبة. إذا الكي صفر فالإكس إيش قد؟ واحد. إذا الكي واحد، ثلاثة في واحد ثلاثة، واحد أربعة. إذا الكي سالب واحد، سالب ثلاثة زائد واحد سالب اثنين. إذا الكي اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، واحد سبعة. إذا الكي سالب 2 سالب 2 في 3 سالب 6 1 سالب 5، راح أنطيها نقاط. شنو الصفوف التكافؤ؟ هذا معناته إنه صف تكافؤ الواحد يساوي لي صف تكافؤ الأربعة،
ويساوي لي صف تكافؤ السالب 2 ويساوي لي صف تكافؤ السبعة ويساوي لي صف تكافؤ السالب 5. يعني لو أنا قلت لك مثلا بالسؤال، نرجع للسؤال، مثلا بالسؤال قلت لك أوجد صف تكافؤ السبعة وأنت مستخرج الواحد وشفت السبعة هنا، راح رأسا تجاوب ماكو داعي تكتب سبعة وتطبق هذا التعريف. لا، ما دام شفت السبعة ويا عناصر مجموعة الصف تكافؤ الواحد، إذا رأسا مباشرة تقول لي صف تكافؤ الواحد يساوي لي صف تكافؤ السبعة. شلون؟ ليش؟ لأن هنا موجود السبعة ضمن عناصر من؟ العناصر المرتبطة ويا من؟ ويا صف تكافؤ الواحد وفق العلاقة R اللي هي relations equivalence relation on Z. واضح؟ هسه أجي إلى صف تكافؤ الاثنين. الاكس ينتمي الى زد والاكس الى علاقه بالاثنين، يعني اي ناقصا ب هنا الاكس ناقصا ب من و ناقصا 2 يساوي 3 كي. اخلي الاكس الواحد انقل السالب الاثنين لهذا الطرف، ايش راح يصير؟ 3 كي زائد 1، العفو زائد 2. هذا هو شكل نهائي للاكس. اجي اعوض صفر، ومره قيم موجب ومره قيم سالب. الصفر ينطيني 2، الواحد ينطيني 5، السالب 1 ينطيني سالب 1، الاثنين 6 و2 8، سالب 2 سالب 6 و2 سالب 4 وهكذا. شنو معناته؟ انه صف تكافؤ السالب 4 يساوي لي صف تكافؤ ال8 ويساوي لي سالب 1 وال5 ويساوي لي صف تكافؤ ال2. ليش؟ لان حسب تعريف صفوف التكافؤ، شو يقول تعريف صف التكافؤ؟ هو يمثل لي مجموعه العناصر اللي ترتبط معها اي وفق العلاقه R. واضح؟ اخذ اني خم اخذ كل الزيت، لان انا عندي زيت الى انفينيتي. اخذ قلنا صفر، اخذ الصفر وعدد موجب، اعداد موجبه، وكذلك اخذ لفد عدد سالب. هنا ماخذين عدد سالب؟ لا ما ماخذين، او بالاحرى ماكو داعي، لان هنا عندي الواحد طلع يساوي لي، يعني معناته نفسه يساوي لي تقول لي صف تكافؤ السالب 5، ونفسه يساوي لي صف تكافؤ السالب 2، وهنا ايضا طلع لي سالب، وكذلك بالنسبه للثلاثه صف تكافؤ الثلاثه X ينتمي إلى Z، X ناقص 3 يساوي لي 3 كي، أحول سالب 3 إلى هذا الطرف، راح يصير 3 كي زائد 1، هذا الشكل النهائي للإكس، وأجي أعوض مرة الإكس يساوي لي سالب 1، مرة سالب 2، مرة 0، مرة 1، مرة 2، وهكذا. منها راح أستنتج أن صف تكافؤ الأربعة يساوي لي صف الواحد، وصف الخمسة يساوي لي 2، وهكذا. تشوفون هنا أنا عندي تكرر. الثلاثة من استخرجت صف تكافؤ الثلاثة نفسه بالضبط يساوي لي يا صف تكافؤ، قلت صف تكافؤ الثلاثة راح يساوي لي نفسه صف تكافؤ الصفر. أرد أشوف من طلعت صف تكافؤ الصفر ب 3، صف تكافؤ الصفر أرد أشوف ب 3، إي ب 3. إذا هذا هو معنى صفوف التكافؤ أو تعرف صفوف التكافؤ، إنه أي عنصر ألقاه مرتبط وياه يعني معناته هو يساوي نفس صفوف التكافؤ. واضح المثال إن شاء الله؟ هسه عندي مثال 3.66، عندي الأي هنا عندي الدومين ماتي N، الN من وين تبدي؟ من واحد للإنفينيتي، يعني تمثل لي الأعداد الموجبة. Define a relation R on A بحيث ان ال R شنو الصفة المميزة لها؟ انه ال A يساوي لي B. شنو تعريف الصفة المميزة هنا؟ منطيني الصفة المميزة ان ال A يساوي لي B. شو يريد مني بالسؤال؟ show that ال R is equivalence relation. شو يريد مني؟ انه لازم ابرهن ال R هي شنو؟ هي علاقة تكافؤ. بعد find all equivalence classes on N، يريد مني كل صفوف التكافؤ وين الموجودة على N. لكن من يريد الـ R equivalence لازم أحقق بها شرط العلاقة، إنه الـ A تساوي لـ B. شلون الـ R equivalence relation؟ على N بالضبط نفس المثال السابق، لكن مكان الزيت شنو أخلي N. شنو يعني أبرهن equivalence relation؟ أبرهنها إنه هي reflexive، إنه العنصر الـ A العلاقة بالـ A. حسب تعريف شرط العلاقة إنه الـ A تساوي لـ B. يعني شنو معناتها العلاقة عندي؟ ال R يساوي لي 1 1، 2 2، 3 3، 4 4، واخلي نقاط. هذه هي العلاقة عندي. ليش قلت 1 1 فقط، 2 2، 3 3 كأزواج مرتبة؟ لأن ال A تساوي لي B. واضح؟ شلون أبرهن رفلكسيف؟ كل عنصر له علاقة بنفسه بالضبط، قلنا نفس المثال السابق، لكن هنا أنا ما كان عندي مكان الزيت، هنا عندي N، لازم أتقيد بالN إنه عندي فقط الأعداد الموجبة. أبرهن سيمتريك، أفرض إن زوج مرتب عندي AB ينتمي إلى N. شلون ابرهن انه الزوج المرتب؟ لازم ابرهن انه البي اي له علاقه
بالاي بي ينتمي الى ار. شنو هي الار؟ الار هي العفو الاي بي، البي اي ينتمي الى ار. يعني اذا وجد الزوج مرتب اي بي لازم ابرهن انه الاي بي بي اي ينتمي الى ار. شلون ابرهن انه هي ترانسيتيف؟ اقول ليت الاي والبي، الاي له علاقه بالبي والبي له علاقه بالسي، لازم ابرهن ان الاي له علاقه بالسي حسب يا شرط ان الشرط ان الاي يساوي لبي. وقلنا الار شنو يعني الار؟ هنا راح تساوي لحسب هذه الزوج المرتب 1 1 فارزه، 2 2 الزوج المرتب فارزه، 3 3 الزوج المرتب الى اخره. ليش اخذت الار بهكذا صفه او بهكذا صيغه؟ ليش؟ لان الاي عندي تساوي لبي. واضح؟ هسه اجي صفوف التكافؤ. ورا ما تستخرج الرفلكسيف والسيمتريك وترانسيتيف وتقول ان الار از ايكوفالنس ريليشن، اجي استخرج صفوف التكافؤ. صفوف التكافؤ صف تكافؤ الواحد حسب تعريف صف التكافؤ الاكس ينتمي الى اي. هنا مكان الان شنو راح اخلي ان، والاكس له علاقه بالواحد. الاكس ينتمي الى ان، الاكس يساوي لي واحد. ليش قلت يساوي واحد؟ لان العلاقه مالتي الاي يساوي لي بي. يعني يا زوج مرتب الواحد، الواحد واحد، الواحد ويا من له علاقه؟ فقط ويا الواحد، لان الزوج المرتب عندي واحد واحد فقط. الاثنين الاكس له علاقه بالاثنين، والاثنين راح تكون الزوج المرتب الاثنين اثنين، اذا فقط الاثنين. الثلاثه والثلاثه لها علاقه بالثلاثه، يعني الزوج المرتب فقط ثلاثه ثلاثه. ليش جت تطلع لي هيك بهكذا صوره؟ لان عندي الاي تساوي بي، لان الازواج المرتبه المساقط مالتي كل عنصر له علاقه بنفسه، واحد واحد اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه. ليش؟ لان حسب تعريف الصفه المميزه ان الاي يساوي لبي. وهذه هي صفوف التكافؤ الموجوده على ان. واضح؟ ونكون هنا كملنا الجزء الأول لهذه المحاضرة.